أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدث عن تقديم المسند إليه، والآن يتحدث عن تأخير المسند إليه. وتأخير المسند إليه يقتضيه المقام، ولكن ستأتي المزايا التي بسببها يقتضي حال تأخير المسند إليه. هو لا يذكرها الآن هنا، لأنه حين يتحدث عن أحوال المسند سيأتي الكلام عن تأخير المسند إليه في باب تقديم المسند على المسند إليه. إن شاء الله ستأتي هذه المزايا فيما بعد. فقوله وأما تأخيره، فالضمير هنا يعود على المسند إليه، يعني وأما تأخير المسند إليه. نعم، هذا كله مختار الظاهر، وقد يقرر الكلام. هذا كله، أي هذا الذي ذكره قبل ذلك من حذف المسند إليه، ومن تقديم المسند إليه، ومن تعريفه، ومن تنكيره، وغير ذلك من هذه الأشياء السابقة التي ذكرها، كل ذلك على مقتضى الظاهر، يعني على مقتضى الحال الطبيعي في إجراء الكلام على ظاهره من ناحية البلاغة أو من ناحية المعنى. لكن قد يخرج الكلام على غير مقتضى الظاهر. خلاص، أنا حين أقول للعالم الصلاة واجبة، هل هذا الكلام يخرج على مقتضى الظاهر أو يخرج على غير مقتضى الظاهر؟ يخرج على غير مقتضى الظاهر، لأن العالم حين أقول له الصلاة واجبة إنما أقصد بذلك توبيخه، ربما يكون مقصرا في أداء الصلاة، وإلا فهو عالم بأن الصلاة بأن الصلاة واجبة. فالكلام حينئذ يخرج على غير مقتضى الظاهر. خلاص، فالكلام قد يكون أو كثيرا ما يكون على مقتضى الظاهر، يعني على الحالة التي يجب أو ينبغي أن يخرج عليها الكلام ويسير الكلام عليها، وقد يخرج الكلام على غير مقتضى الظاهر لاقتضاء المقام ذلك، وسيتكلم الآن على تخريج الكلام في أمر المسند إليه على غير مقتضى على غير مقتضى الظاهر. نعم، فيوضع المضمر موضع المضمر. نعم، فقولهم نعم رجلا مكان يوضع المضمر موضع المضمر، يعني احنا عارفين الاسم ينقسم الى مظهر والى مضمر، فالظاهر ان تضع المظهر في موضعه والمضمر في موضعه، لكن ان يكون المقام لان تأتي بالمضمر بالمظهر ثم تضع المضمر مكانه، فذلك على خلاف مقتضى على خلاف مقتضى الظاهر. يعني الظاهر ان يوضع المظهر في موضعه والمضمر في موضعه، لكن حينما تضع المضمر موضع المظهر يبقى انت خرجت الكلام على غير مقتضى الظاهر لمزية بلاغية او لميزة بلاغية سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. كقولهم نعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو. هنا بقى نعمة، هذه فعل مدح كما نعلم، ويقتضي فاعلا، والفاعل بتاعه إما أن يكون مستترا فيه فتقول نعمة هو رجلا زيد، لأنك أنت إذا قلت نعم الرجل زيد يبقى كأنك تقول زيد نعم الإيه؟ نعم الرجل، يعني إما أن تكون قد جعلت المبتدأ مؤخرا فتقول زيد نعم الإيه؟ نعم الرجل، أو أن تجعل نعمة فعل وهو لمد كما تعلمون، وتجعل ضميره هو الفاعل بتاعه نعمة هو. خلاص،
على ضميره هو الرجل، الفاعل بتاعه هو الرجل لما يكون في معرفة. نفهم بقى، لما يكون أنا بتكلم في المعرفة الآن أقول نعم الرجل زيد، يبقى أنا عايز أقول إيه؟ إن نعمة دي إيه؟ فعل، والفاعل بتاعه الرجل، الرجل. وبعدين زيد ممكن أنا أخليه خبر لمبتدأ محذوف، يبقى الكلام تم عند قولي نعم الرجل وانتهينا، ويكون التقدير هو زيد، ويبقى زيد معرفة. يبقى زيد ده معرفة، يعني مش زيد من الناس، مفهوم الكلام ده؟ يبقى أنا عملت الجملة هنا على حسب ما بيقولوا الكوفيين، نعم الرجل نعم مبتدأ سعد فعل، والرجل فاعله، خلاص؟ وزيد هنخليها جملة مستقلة، فيبقى التقدير نعم الرجل هو زيد، فهو يبقى مبتدأ، وزيد هو إيه؟ هو الخبر، كويس كده؟ ونعم الرجل دي فعل وفاعل، انتهينا منها. لا، في حاجة تانية، أنا عايز أخلي زيد نكرة وأخلي الرجل ده نكرة، يعني ما ينفعش يبقى فاعل لنعمة، ما ينفعش يبقى فاعل لنعمة، فهقول إيه؟ نعم رجلا زيد، نعم رجلا إيه؟ زيد. في هذه الحالة لي فيها أمرين. الأمر الأول أن نعم رجلا دي ده مميز نعمة، نعم رجلا ده تمييز لنعمة، رجلا ده زي تمييز لنعمة. وبعدين زيد خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نعم الرجل هو، نعم رجلا هو زيد، نعم رجلا هو مين؟ هو زيد. هنا الضمير هنا بتاع هو ده لا بد من تقديره، ولكل عالم باللغة العربية يعرف ان في ضمير هنا اتى. هذا الضمير اتى قبل زيد ولا اتى بعد زيد؟ أتى قبل زيد. طب وهو عائد على رجل ولا مش عائد على رجل؟ قال لك لا، ليس عائدا على رجل، وإنما هو خبر لمبتدأ استعد مبتدأ خبره يأتي فيما بعد، يعني كأني في جملة إيه؟ مستقلة. قالوا كيف تذكر الضمير، كيف تذكر الضمير قبل أن تذكر مفسر الضمير؟ المفروض ان انا اذكر الضمير، اذكر المفسر الاول، وبعدين اجيب الضمير ليعود عليه ايه؟ على المفسر بتاعه اللي هو زيد مثلا، خلاص كده؟ فكوني اني انا اذكر الضمير قبل ان اذكر المفسر، يبقى ده في ابهام ولا ما فيش ابهام؟ في ابهام. واحنا قلنا ان ذكر الضمير قبل ذكر المفسر بتاعه في خلاف بين مين؟ بين العلماء. مش احنا قلنا قبل كده لما قالوا جزى ربه عنا عني عدي حاتمه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، قالوا ما ينفعش ان يعود الضمير على الشيء الذي لم يذكر لانه هيعود على متاخر لفظا وايه؟ ورتبه، وده ما ينفعش. فهنا لما اجي اقول نعم رجلا هو زيد، الضمير ده لابد منه، فانا لما قلت نعم رجلا زيد كأني عايز أقول لك لابد أن تقدر ضميرا، مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما دام جبت رجلا بالنصب هنا لابد أن تقدر ضميرا، ودي مكان نعم الرجل زيد، لأن نعم الرجل زيد دي مش ضروري أقدر لها ضمير، لأن ممكن أقول زيد نعم الرجل، أو نعم إيه؟ فعل، والرجل إيه؟ فاعل، وانتهينا على كده. وزيد دي جملة مستقلة وحديها مثلا، أنا حر أجيب لها ضمير ما أجيب لهاش ضمير، لكن لما تقول نعم رجلا زيد لابد أن تقدر ضميرا قبل زيد ليكون زيد خبرا إيه؟ خبرا عنه، ليكون زيد خبرا عنه. هذا الضمير الذي قدرته أنا جئت به بعد المفسر ولا قبل المفسر؟ جئت به قبل المفسر. كان المقام لا يقتضي ذلك، كان المقام انه يجي المفسر الاول، ولو عايز اجيب ضمير اجيب ضمير، ما اجيبش ضمير انا حر، يبقى المقام كان لنعم الرجل زيد، لكني قلت نعم رجلا زيد فوضعت المضمر موضع مين؟ موضع المضمر. اتفهم ولا لا؟ ولا ما اتفهمتش؟ يعني كان المقام لنعم الرجل زيد،
عشان يبقى زيد هو المظهر اهو بتاعنا وما لناش دعوه احنا نعم الرجل وزيد الجمله مستقله لوحدها ما لهاش دعوه، لكن لما اجي اقول نعم رجلا زيد يبقى لابد من تقدير ضمير. خلاص؟ فايه اللي وقعني في هذا الامر؟ قال لك انت تضع المضمر هنا في نعم رجلا زيد مكان نعم الرجل زيد، يعني مكان مظهر. مكان المظهر. ليه بقى؟ قال لك لاقتضاء المقام ذلك. لاقتضاء المقام ذلك، وهتشوفه دلوقتي هيبقى موجود ولا مش موجود، ايه الميزه اللي يخليك تضع المضمر مكان الايه؟ مكان المضمر. مفهوم الكلام؟ اعراب نعمه رجلا زيد. نعم؟ اعرابها. نعمه دي هتعتبر، هنقول زيد على انه هو يعتبر ايه؟ خبر مقدم. نعمه رجلا، لا نعمه رجلا هي الخبر المقدم. نعمه رجلا هي الخبر الايه؟ المقدم. وزيد هتبقى ايه؟ مبتدأ ايه؟ مبتدأ مؤخر، لكن لابد فيه من ضمير يعود على مين؟ يعود على زيد. لابد فيه من ضمير يعود على زيد. مفهوم الكلام ده؟ هنا بقى بعض العلماء في نعم رجلا زيد يقول ان ديت زيد ده اما ان تجعله خبر لمبتدأ محذوف وهتبقى تقدر وتقول زي نعم رجلا هو زيد، يعني لازم كده، لازم تقدر. في النكره مش في المعرفه مش ضروري تقدر، لكن في النكره لابد من التقدير. تقول نعم رجلا هو زيد. نعم رجلا هو ايه؟ هو زيد. خلاص؟ طيب ولو قلنا اني زيد نعم رجلا، يعني هنعمل نعم رجلا ده خبر لزيد المتقدم. قال لك يبقى لابد ان يكون فيه ضمير يعود على ايه؟ على مخصوص اخر غير نعم رجل هو زيد. مش مفهوم. انا لو قلت، هو فينا رايين عند العلماء، لو قلت نعم رجلا هو زيد يبقى الضمير عاد على مين؟ عاد على زيد، وانتهينا على كده مفيش مشاكل. والمخصوص بتاعنا اللي هو زيد ده وعاد عليه الضمير وانتهينا، المخصوص بالمدح يعني. نعم. خلاص؟ طب لما اقول زيد نعم رجلا، يعني هو لازم في ضمير. طب هذا الضمير يعود على مين؟ قال لك يعود على مخصص مفهوم في ذهن الايه؟ المتكلم. وذلك لا يكون داخلا في مسالتنا في وضع المضمر موضع المضمر. يبقى ما يبقاش داخل في ايه؟ في مسألتنا في وضع المضمر موضع الايه؟ موضع المظهر. ليه؟ قال لك لأنه هو هيعمل زيد مبتدأ مؤخر ونعم رجل خبر ايه؟ خبر مؤخر. والكلام تم وانتهينا على كده. الكلام تم وانتهينا. يبقى لو قلنا نعم رجلا وقلنا إن هو مبتدأ وزيد هو الخبر، أهو ده اللي ينفع معانا في وضع المضمر موضع المظهر. لكن لو قلنا إن زيد مبتدأ ونعم رجلا هو الخبر، يبقى مش عايزين ضمير يعود على المخصوص، انما الضمير يعود على مخصوص اخر في ذهن مين؟ في ذهن المتكلم. يبقى مالناش دعوه بيه، ومش هنقول بقى وضع المظهر المضمر موضع الايه؟ موضع المظهر. اظن الحكايه دي اتفهمت كده. يعني هي فيها رايين، يا تعمل زيد خبر لمبتدا محذوف يبقى كده لازم ضمير، ويبقى انت وضعت المضمر موضع الايه؟ المظهر. يا إما تعمل زيد هو المبتدأ ونعم رجلا هو الخبر، وحينئذ الضمير اللي في زيد يعود على مخصوص آخر في ذهن المتكلم، وليس داخلا في وضع المضمر موضع مين؟ وليس داخلا في وضع المضمر موضع المصدر. خلاص كده؟ خدها على كده على إنها قاعدة عندهم، لكن في الحقيقة لو نظرت إلى الدقة في الكلام هتجد إن لا فرق بين الأمرين. لكن هم بطريقة حالهم طبعا البصريين بيختلفوا، واخد بالك، مع الكوفيين، وكل واحد فيهم لابد ان يكون له وجهة في هذه المسألة، سواء كان تعليلها مقبولا او غير ايه؟ او غير مقبول. نعم. فيوضع المضمر موضع المضمر كقولهم نعم رجلا مكان نعم الرجل زيد في احد قولين. ايه الايه السبب؟ إيه نعم الرجل زيد ليه؟ مش ضمير ولا حاجة زي ما قلنا. دي ظاهرة واضحة، لكن لازم تقول نعمة رجلا. ولذلك في باب نعمة وبئس لابد أن تلتزم فيها التنكير عشان تقول وضعت المضمر موضع المضمر. فإذا جئت بها معرفة
خرجت عن النطاق بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه. يعني نعمة وبئس لابد لها من ذلك. نعم. فقولهم هو أو هي. ولماذا؟ لأن دي فيها رأيين. فيها رأيين في الخلاف بتاعها، زي ما قلنا نعم رجلا زيد أو زيد نعم رجلا، على حسب دي يبقى خبر وده يبقى مبتدأ والكلام اللي بيقولوه ده. نعم. فقولهم هو أو هي زيد عالم، فكان الشأن أو القصة يتمكن ما يعقبه في ذمته. هو هنا المسألة دي أهي ظهرت، قلنا الضمير ذكر قبل مفسره، قبل مفسره، لكن في حاجة أظهر من كده وأقوى في الظهور من ذلك. عشان إيه بقى؟ قالك لما تقول هو زيد العالم أو هي زيد العالم، هي زيد الإيه؟ هي عمرو الشجاع وهو زيد العالم، كيف ذلك؟ أم قالك يعني بمعنى الشأن زيد العالم والقصة زيد العالم؟ يبقى حين يتقدم الضمير على مفسره بغير نعمة وبئس يعني، فاعلم أن ذلك اسمه ضمير الشأن والقصة، اسمه ضمير الشأن والقصة. كقولهم هي العرب تقول ما شاءت، هي العرب تقول ما شاءت. المفروض العرب هي المفسر للضمير، والمفروض أنت ما تجيبش هي إلا إذا عاد على مفسر يفسره، يعني المظهر يجي الأول وبعدين يجي الضمير. فلكن هم لما قصدوا بها الشأن والقصة يقولوا إيه؟ هي العرب تقول ما إيه؟ تقول ما شاءت. ومنه قوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا لهو ونحيا، هي هم هي إلا حياتنا الدنيا. الضمير فيه هي ده يعود على إيه؟ قال لك القصة، الشأن، القصة العجيبة، هي إلا حياتنا الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ومنه قل هو الله أحد، هو الله جاب هو قبل إيه؟ قبل الله المفروض يعود عليه. يبقى ده بيسموه إيه يا أخوانا؟ ضمير الشأن وضمير القصة. يبقى الأشهر والأحسن إن إحنا نعمل إيه في الموضوع ده؟ إن إحنا نجيب الضمير في موضع إيه؟ في الظاهر، نجيب المضمر في موضع المظهر. مفهوم؟ لماذا؟ أنك ليتمكن من النفس كل تمكن. كيف؟ لأن النفس إذا سمع الضمير أثار عندها فضول عند العقل، يريد أن يعرف ما المقصود وما المفسر لذلك الضمير، فيبدأ يتبه الذهن ويبدأ يطلب ما هو مبهم الآن بالضمير ده. فإذا أتته الفائدة بعد تطلبه إياها وتعبه في إدراكها تمكنت من نفسه كل تمكن. مفهوم؟ أن تأخذ المعلومات هكذا بدون تعب لن تجد لذة في المعلومات، أو أن تأخذ المعلومات هكذا بدون تعب وطلب لن تجد لها إيه؟ لن تجد لها تمكن في نفسك، وقد تذهب عنك بمجرد أن تأخذها. لكن إذا سألك إنسان سؤالا وشوقك إلى الإجابة، فبمجرد أن تشتاق إلى الإجابة وتطلبها وتأتيك الإجابة، يبقى حينئذ تتمكن في نفسك كل تمكن ولا تغيب عنك مطلقا. فهو يجيب الضمير الأول ضمير الشأن، فلما يجيب ضمير الشأن النفس تقول الله ما المقصود بذلك الضمير؟ وأين مفسر ذلك الضمير؟ ولماذا أتى الضمير؟ فيبتدي يحصل تطلب من النفس لمعرفة مفسر ذلك المبهم. فإذا أتاك المفسر تمكن منك كل تمكن فلا يغيب عن نفسك. مفهوم؟ هذه المسألة. نعم. لأنه إذا لم يفهم منه معنى انتظر. أيوة. ومعنى انتظره وتطلبه أيضا، يعني ينتظر ويطلبه. نعم. الشيء إذا نيل كما قال العلماء، قال إذا نيل الشيء بعد كد كان حلوا. ولذلك قالوا في موضوع سيدة مريم ساعة ما كانت وضعت سيدنا عيسى عليه السلام،
وهي في حالة ولادة، والمرأة عند الولادة ضعيفة وتحتاج إلى من يخدمها، فكيف يقول الله تعالى لها وهي في تلك الحالة أزي إليك بجذع النخلة؟ ده احنا ساعة ما المرأة تولد الناس بتتهافت على خدمتها، وهي تبقى نايمة في سريرها ما حدش ما تعملش ولا أي حاجة، فكيف يا رب وتلك المرأة تعرضت لتلك المسألة وداخلها من الهم ما داخلها؟ يعني كمان مش ولادة عادية ولا ولادة طبيعية، ده هي لسه بتفكر عمالة تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أقول إيه للناس أعمل إيه؟ فكان الشأن إن إحنا نسليها نجيب لها حد يساعدها، مش نقول لها اشتغلي. قال لك لا، ده الصح إن إحنا نقول لها اشتغلي. لماذا؟ لأنها إذا كانت مهمومة انشغلت بهمها، فإذا ما شغلناها في هز النخلة تناست همها قليلا، فإحنا عايزين نسليها عشان تنسى الهم بتاعها، واخد بالك؟ بدل ما هي قاعدة كده تفكر. ولذلك في ناس تقول لك يا أخي أنت عايز تشتغل، عايز أنت مهموم أوي كده ليه؟ ادفن نفسك في العمل بتاعك وأنت ما تفكرش في أي حاجة، خلاص؟ فهو الله عز وجل يريد أن يسليها. يشوف يدينا كم درس في الحتة دي. أولا يسليها من الهم بتاعها، لأنها لما تهز هتنشغل بالنخلة وجذع هز النخلة وهو إلى آخره، فيبتدي العقل إيه؟ يبتدي ينسى الحالة دي الصعبة دي شوية. إحنا عايزينه ينسى الهم ولو للحظة، لأنه نسيان الهم ولو للحظة يهون المسألة عليه، يهون الموضوع عليه. الدرس الثاني في الأمر ده إن هي ما دام مهمومة وزعلانة وتعبانة ملهاش نفس للأكل، ولما يجي لك طعام كده وانت نايم وزعلان وتعبان لا تجد نفسك تتوق اليه، فاذا ما اشتغلت انت فيه لتصنعه تاقت نفسك اليه. فيريد الله تعالى يقول لها انت اللي اشتغلي في هات الاكل بتاعك انت علشان تتوق النفس بتاعتك الى ذلك الاكل وذلك الطعام، فهي اللي اشتغلته، مفهوم؟ وبعدين اراد ايضا ان يعطينا شيئا اخر، وهو لو كان الله معطيا أحدا من اتخاذ الأسباب والتوصل بها إلى المسبب لأعطى مريم في تلك الحالة الضعيفة التي كانت عليها. فكأن الأسباب دي لابد منها لكل إنسان. بشوف الدروس اللي تديها لك مثلا، فمن ضمن الشواهد أنهم قالوا الشيء إذا نيل بعد كد وتعب اشتاقت النفس إليه والتزت بإدراكه وسماعه، ومن هنا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه لما كان قاعد معهم وقال لهم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم أو المؤمن فحدثوني ما هي. ليه بيقول لهم كده الرسول؟ قال لك ليشوقهم، علشان لما يقول لهم على الإجابة بعد ذلك تستقر ويتمكن في الذهن. ها؟ سيدنا جبريل لما جه لسيدنا رسول الله عشان يسأله ما الإيمان ما الإسلام كذا ما كذا، سأل المهم، سألوا عن المهمات في الدين. لماذا سأله بهذه الطريقة؟ عشان لما يسأل السؤال وتأتي الإجابة من رسول الله يتمكن في النفس. الشاهد بقى اللي عايز أقوله أن الشيء إذا نيل بعد كد وبعد طلب تمكن في النفس كل تمكن. فلما يقول لك هي، خلاص أنا أتطلع هي من دي، العرب تقول ما شاءت، يبقى خلاص بعد ما تمكنت عندي أتمت لا تذهب عني أبدا. نعم سيدي. وقد يعكس فإن كان قد يعكس، أي قد يوضع المظهر موضع المضمر. ده هو بيتكلم في إيه دلوقتي؟ يوضع المضمر موضع المظهر، وجبنا له الأمثلة وقلنا بقى ضمير الشأن والقصة والنعمة رجلا زيد والكلام ده كله. طيب، وقد يعكس أي يوضع المظهر موضع المضمر، يعني يكون مقام للمضمر فيتحول عن المقام هذا إلى شيء لمقام آخر، فنضع المظهر موضع الإيه؟ موضع المضمر لسبب أو لعلة أو لمزية أو نكتة بلاغية. نعم. فإن كانت ما إشارة فلكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بحكم ذريع.
ايوه، ان كان اسم اشاره. احنا عندنا ما دام يوضع المظهر موضع المضمر، المظهر ده في الغالب يا مشايخ محسوس ولا غير محسوس؟ محسوس. وبعدين لما انا اقول مظهر واضعه موضع المضمر، لما تيجي تقسم المعارف واقسام المعارف هتجد ايه؟ الضمير، وبعدين اسم الاشاره، والعلم وغير ذلك. نعم هم ما تكلموش عن احواء، عن اسماء المعارف كلها هنا، انما تكلموا عن امرين: الاشاره والعلم. الاشاره والايه؟ الاشاره والعلم الاثنين. خلاص. لكن ساعات انت تضع الاسم الموصول مثلا مكان اسم منكر، وساعات تضع ايه تاني في المعارف؟ المضاف، واخد بالك؟ فتجعله معرفة مكان الايه؟ الشيء المنكر. لكن احنا دلوقتي هنقف عندما وقف عنده البلاغيون في اسم الاشارة وايه؟ والعلم. طب اسم الاشارة هنجيبه مكان الضمير، يعني ده اسم الاشارة ده ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر. وقلت لكم قبل ذلك لعلكم تذكرون ان الاصل في الاشارة ان يشار بها الى محسوس، فإن استعملناها في أمر معنوي كان ذلك على وجه التوسع والمجال. فلو قلت هذا الرجل، لأن معنى إشارة يعني أنا أستطيع أن أشير إليه بإصبعي هذا بيدي، خلاص. إنما ما لما أقول هذا العلم ده محسوس، ليس محسوسا، لأن مش موجود قدامي أستطيع أن أشير إليه. ولذلك الإشارة هي كده، الإشارة أنك تشير بالإصبع وتقول كذا. فهنا لما يوضع اسم الإشارة موضع الضمير، قال لك للاختصاص بحكم بديع. أول ميزة يوضع لها اسم الإشارة، الاختصاص بحكم بديع. معنى الاختصاص بحكم بديع يعني إيه؟ يعني الاختصاص بحكم غريب، الاختصاص بحكم عظيم. كأنك لو جئت الضمير لا يوفي ذلك الاختصاص بذلك الحكم، مش هيؤدي المعنى. فتأتي بالاسم الإشارة علشان يبقى فيه الإشارة إلى ذلك الحكم البديع الجديد الغريب. البديع الجديد الإيه؟ الغريب. نعم. هو كما قال الشاعر، هيك كقوله: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم كبيرا زنديقا. يقول هذا الشاعر علقمة ابن عبده: كم عاقل. كم هنا معنى ايه؟ كم التكسيرية الخبرية، يعني تقدير الكلام. كم من عاقل، كم عاقل، كثير من العقلاء. عاقل، عاقل الثانية وصف لمين؟ لعاقل الأولى. طب احنا دلوقتي تيجي عندنا حاجة صغيرة كده، هل الصفة توصف بالصفة؟ ايه رأيكم يا مشايخ في الحتة دي؟ مشايخنا اللي شرحوا قالوا ان عاقل الثانية صفة لعاقل الأولى، هل الصفة توصف بالصفة؟ ايه رأيك يا شيخ داود؟ ايه رأيكم؟ ها؟ معنى توصف بها يعني تقوم بها. واحنا لما خدنا في التوحيد زمان او ما قريناش معاكم او انتم ما قريتوش، تعرفوا ان قيام الله تعالى بنفسه معناه ايه؟ لا عايزين كلام علمي بقى، عايزين كلام علمي، ما هو غير مفتقر لاي احد. ها؟ ده عدم احتياجه الى ايه؟ مخصص. فخلينا في التوحيد بقى، مش انتوا درستوا كده؟ قال لما فسروا في القيام بالنفس فسروها بأمرين: عدم الاحتياج إلى محل، وعدم الاحتياج إلى مخصص يخصصه. المخصص كلكم عارفينها، هتقول لو احتاج إلى مخصص يا مخصصه إلى مخصص، ومخصصه يلزم الدور والتسلسل وكلاهما باطل. شغلانة الأزهريين دول معروفة من زمان، عارفينها كلنا، فاهمينها. أما عدم الاحتياج للمحل، هو ده بقى محل العلم بقى، هو ده محل العلم. لأن عدم الاحتياج لمحل ازاي بقى؟ ليه بقى؟ أنك لأنه لو احتاج إلى محل، أنا مش بتكلم في الصفة، في التوحيد الآن،
بس يعني جت مسألة عشان نشوف الشيخ هنا قال كم عاقل عاقل والشراح قالوا عليها صفة الأولى ولا بلاش منها عشان ما نوسعش فيها، نقولها كده وبس ونعديها ولا نقول معناها ايه؟ نقول معناها الصفة دي، قال لك الصفة هو لا هو عدم احتياجه الى محل. ليه؟ قال لك لان الذات لا تقوم بالذات، فدي اول حاجة. ولا الذات تقوم بالذات؟ يعني انا اقول زيد زيد، اوصف زيد بانه زيد، اقول عمرو بانه هو عمرو، يبقى ما تقومش الذات بالذات. ده كلام مسلم ولا مش مسلم؟ ولا حد عنده اعتراض؟ طب والصفة هل تقوم بالصفة؟ قال لك ولا تقوم الصفة بالصفة، يعني لا توصف الصفة بالصفة. هذا اللي عايز اقول. خلاص، ليه عاوز يقول كده في القيام بالنفس بالنسبة للباري سبحانه؟ قال لك لان الذات لا تقوم بالذات، لان معنى كده ان لو قامت الذات بالذات هتبقى كل ذات محتاجة الى ايه؟ الى الثانية، ويبقى في الحالة دي ما ينفعش قائم بنفسه بقى. ادي واحدة. طب لما ما تقومش الصفة بالصفة، قال لك ده احنا بننفي كونه صفة. مش احنا قلنا في الامر يحتاج الى امرين، عدم الاحتياج الى محل، لانه لو كان محلا احتاجه لكان صفة. ولو كان صفة لما اتصف بصفات المعاني والصفات السلبية، لما اتصف بصفات المعاني والصفات، فحيث اتصف بصفات المعاني والصفات السلبية دل ذلك على أنه تعالى ليس صفة. ليه يا مشايخ التوحيد؟ قالوا لأن الصفة لا تقوم بالصفة، يعني الصفة لا توصف بالصفة، فلا أقول القادر قادر، على أن القادر هذا صفة والقادر الثاني برضه إيه؟ صفة. لماذا؟ قالوا لهم أنكم لو قلتم القادر صفة أو موصوف، القادر الأولى موصوف والقادر الثانية صفة، فما الذي دعاكم إلى أن تقولوا إن الأولى هي الموصوف والثانية هي الصفة؟ اللي دعا الكلام ده، إن رجحتم أن الأولى موصوف والثانية صفة يبقى يلزمكم الترجيح بلا مرجح، وهذا باطل حتى عند الفلاسفة. رجحت من غير مرجح. طب هيقولوا بقى ايه؟ هنخلي الثانية هي الموصوف والأولى هي الصفة. هنقول له برضه هيلزم الترجيح بلا مرجح. هيدور الأمر بين أن تجعل الأولى هي الموصوف والثانية صفة، والأولى هي الصفة والثانية هي الموصوف، ويلزم ذلك الدور، والدور باطل ولا مش باطل؟ يبقى ما ينفعش. يبقى لا دي تنفع ولا دي ايه؟ ولا دي تنفع. فدل ذلك على ان الصفة لا تقوم بالايه؟ بالصفة، ولا توصف الصفة بالصفة. لاننا لو قلت ان الاولى صفة للثانية والثانية صفة للاولى هيلزم ايه؟ هيلزم الدور، واخد بالك؟ طب وما نرد على مشايخنا اللي بيقولوا كم عاقل عاقل ان عاقل الثانية صفة لعاقل الاولى؟ لا يا سيدنا الشيخ، ما ينفعش. والتوكيد، التوكيد اللفظ ده ياتي لغرض. طب والغرض هنا ايه؟ ايه السبب في توكيده؟ لا احنا عم نتكلم في الناحية المعنوية والناحية النحوية برضه. انت لما تقول زيد زيد، ما الذي دعاك الى التوكيد؟ لا بد ان يكون هناك شيء يخصص او يؤكد، فانت جبته للتاكيد، انما هذا المقام ليس فيه تاكيد. يقول لي كم عاقل، ده راجل بيسالني او بيديني خبر، فما التوكيد في ذلك؟ خلاص، فيبقى ما ينفعش انه يبقى توكيد لان لا مقام له، حتى المعنى يقباه يعني. فيبقى هو صفة للأولى، صفة للأولى إزاي؟ نقول له والله رأي المشايخ إنهم قالوا عاقل الثانية صفة للأولى بالنظر إلى كونها اسم فاعل والتقدير كم رجل عاقل عاقل. تقدير كم رجل عاقل عاقل، يعني هم لم ينظروا إليها على أنها صفة، ولكن نظروا إليها على أنها إيه؟
اسم فاعل للذات اللي هي رجل دي، اسم فاعل للذات اللي هي رجل. وأيضا مع أنهم يقولون عاقل الثانية صفة الأولى، إلا أننا نقول لهم في كلامكم أيضا تسامح، في كلامكم أيضا إيه؟ في كلامكم أيضا تسامح، ارتكبوه ليوضحوا ذلك للمتعلمين فقط، ارتكبوه عشان يوضحوا ذلك للإيه؟ للمتعلمين. ولكن يمكن أن احنا نقول هم نظروا إليها على أن دي اسم فاعل لذات الرجل العاقل، فمن أجل ذلك قالوا أن الثانية صفة الأولى، مش على أنها صفة للصفة، ولكن على أنها صفة لتلك الذات اللي ركبنا منها اسم إيه؟ اسم فاعل وقلنا عليه عاقل. وده قلناه إحنا قبل كده قبل ذلك بثلاث دروس أو أربع دروس أظن، تفتكروه في درس اللي هو يا سيدي أول باب التقديم للمسند إليه، ساعة ما تكلمنا عن العطف والتفصيل والحاجات اللي زي دي، لما تكلمنا عن العطف والتفصيل والأشياء دي لعلكم تذكرون ذلك، أو إما ذكرتهوش ارجعون بالضبط في عطف النسق، لما تكلمنا في عطف النسق وقلنا إن ذلك يقتضي التفصيل، والتفصيل بيناه وجبنا كلام عبد القاهر في هذه المسألة، أشرنا إلى طرف من هذا أو شيء من هذا القرن. ماشي يا مولانا؟ كم عاقل عاقل، انتهينا منه. أعيت مذاهبه، أعيت مذاهبه يعني إيه؟ أعيت، أعيت طرقه، يعني غرض يقول أعيت طرقه الأحوال التي هو فيها، يعني عاقل مولانا الثاني يعني لاسم الفاعل، لا هو صفة لاسم الفاعل نفسه بالنظر إلى ذاته، يعني كأنه كم رجل عاقل، صفة لاسم الفاعل الضمير، مع أنه زي ما تقول أنا قلت لك أن الكلام ده فيه تسامح، فيه نوع تسامح، مفهوم؟ طيب أعيت مذاهبه ولا أعيت مذاهبه؟ مذاهبه بالرأس، أعيت مذاهبه يعني ضاقت طرقه عن اكتساب الأموال، خلاص؟ أو أعيت مذاهبه يعني المذاهب بتاعته نفسها ضعفت عن اكتساب الأموال، مفهوم؟ طيب وجاهل جاهل، زي الحكاية الأولانية برضه هو مصور يعلم الكلام ده، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، يبقى العاقل مش قادر يكتسب، واخد بالك؟ والعالم ها والجاهل ماله؟ مرزوق ومليان وعنده عمارات وعنده أموال وعنده 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 وعنده، مفهوم الكلام ده؟ طيب إيه الحكاية دي بقى؟ فهمنا الحكم إحنا ولا ما فهمناهوش؟ كون العاقل العالم اللي هو محترم تلقاه فقيرا مسكينا لا مال له ولا شيء عنده، والجاهل الغبي الذي لا شيء عنده تلقاه إيه؟ مرزوقا وعنده الأموال وعنده وعنده وعنده، أراد أنه يعطيك الحكم البديع فأشار إليه وقال هذا الذي، هذا اللي هو إيه؟ المفروض هذا ده محسوس، لكن الكلام ده اللي قاله ده محسوس ولا معقول؟ معقول، كون العاقل فقيرا معدما وكون الجاهل كثير الأموال وكثير الكذا وكذا، هذا شيء، هذا يعني هذا الحكم الذي أنا حكمته، هذا الذي ترك الأوهام حائرة، أوهام اللي هي العقول، حيرنا حيرنا في الأمر ده، كان القياس بقى أن العاقل بلبقته وفتوته يبقى هو الغني، والجاهل اللي ما يفهمش حاجة يبقى هو الإيه؟ الفقير مش عارف، خدت بالك؟ هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، صير العالم شديد العلم الذي قتل العلم بحثا صيره كافرا والعياذ بالله. نقول له هذا شيء تقوله أنت بجهلك وضلالك وعدم فهمك لحكم الباري سبحانه وتعالى في الخلق، لست تفهم حكم الباري في الخلق، لماذا؟ لأن الله تعالى له حكمة، فحتى لا يتكل العاقل على عقله والعالم على علمه في أنه هو الذي يجلب له الرزق،
وواحد يقول لك ده انا اللي محدش يغلبني، انا العاقل بقى بتاعي اللي اجيب زي ما انا عايز. اراد الله ان يعطي الدنيا لذلك الغر الجاهل، ويخلي العالم ده هو ايه؟ قاعد فقير مسكين. ليه؟ عشان يقول لك ده انا الحكمه بتاعتي انا، والرزق توزيعي انا. ثم اذا اعطي الانسان العقل والعلم فما الذي بقي له بعد ذلك يطلبه من الدنيا؟ ده الكلام ده عند التحقيق. لا ما ده بيقول كده الرسول، ده حاجه ثانيه بقى. الرسول ده كلام ثاني غيرنا احنا، انما احنا الان بنتكلم عن واحد اعطي عقلا واعطي علما، بالله ماذا يريد بعد ذلك؟ هو نفسه لو اعطي علما وعقلا الدنيا مش هتهمه خالص، لا تهمه. اذا كان رب العزه يقول ايه؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا. ان ايه الكفار هيعمل لهم ربنا جنه في الدنيا، والمؤمن هتلاقيه. كان بالمناسبه دي يعني سيدنا الامام ابو حنيفه رضي الله عنه يذكرون عنه انه كان رجلا نديم الخلفاء وجليس الخلفاء، وكان عف الثياب والهيئة، دايما يلبس الثياب اللي مفيش بعد كده، وإذا مشى كنت تشم رائحة العطر من المكان الذي يسير فيه. وكان يعني ما شاء الله عليه جامد قوي، خلي الحنفيين يفرحوا قوي. ففي يوم من الأيام وجد رجلا كافرا يبيع زيتا في السوق، وثيابه متسخة قبيحة، والذباب حوله يأتي إلى وجهه تارة وإلى كذا تارة، وجالس طول النهار في الشمس. وفي كل يوم يمر عليه الإمام أبو حنيفة على فرسه وعلى بغلته، رايح فين؟ رايح للأمير الفلاني، الخليفة الفلاني بعت له حد يستدعيه. قال لك الله، الراجل ده يا أخويا المسلمين بيقولوا إن الرسول بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وابو حنيفه والله ده كان راجل ما حدش بيغلبه، والله لا يغلبه النهارده البعيد. فاقبل ابو حنيفه عليه فقال له يا امام، يا ابو حنيفه، انتم تقولون ان الرسول يقول الدنيا جنه سجن المؤمن وجنه الكافر، فهل تراك انت الان بما انت فيه من نعم وخير في سجن، وتراه الابعد الكافر ده بما هو فيه من عذاب وجلوس في الشمس طول النهار وثياب متسخة رصة مقطعة مهلهلة لا يكسب درهما في اليوم، هل ترى في جنة؟ فقال الإمام نعم، أنت الآن في جنة وأنا في سجن، لأنني أنا بالنسبة لما أعده الله لي في الآخرة كأني في سجن الآن، وأما أنت بالنسبة لما أعده الله لك في الآخرة فأنت الآن في جنة. انت تلاقي فين شويه الهوا دول في السفينه؟ يبقى الحكايه ايه؟ ما هو ما كانش حد يغلبه ابدا رضي الله عنه وارضاه، مفهوم؟ فالمؤمن المؤمن ينظر الى حكمه الباري، انما ده كان راجل يعني الحقيقه ما هوش مظبوط في فكره وفي عقله، فلذلك قال هذين الايه؟ قال هذين البيتين. نعم. فين الشاهد يا مشايخ؟ هذا الذي كان المقام للضمير وليس المقام للايه؟ لاسم الاشاره. ليه؟ لان هنا اسم الاشاره يشار به الى محسوس والكلام ده غير محسوس، فكان المفروض يقول ايه؟ وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هو الذي سير الاوهام حائرة، ترك الاوهام حائرة وسير العالم النحريف. الاوهام طبعا جمع وهم وهو العقل، والمقصود به هنا الايه؟ العقل يعني. نعم. أو التهكم للسامع كما إذا كان فاقد البصر، أو النداء على التهكم للسامع إذا كان فاقد البصر، فتقول له مثلا هذا العلم أو هذا الكتاب وأنت لا تجد شيئا مطلقا أمامك، لا كتاب ولا أي حاجة، هو كفيف ما بيشوفش، فأنت تتهكم به تقول له هذا الكتاب، أتيت بإيه؟ باسم الإشارة. أنا لو أتيت باسم الإشارة لبصيري هل يكون ذلك من باب التهكم؟ لا، مش هيبقى من باب التهكم ولا المجاز، لأن الكتاب موجود أمامه.
خلاص يقدر يشوف. لكن لما اقول لواحد اعمى واقول له هذا الكتاب واستعملت له اسم الاشاره، يبقى الكلام على باب الايه؟ التهكم. نعم. او النداء على كمال بلادته، نفس الحكايه برضه، النداء على كمال بلادته فتذكر له الكلام باسم الاشاره، لان اسم الاشاره فيه نوع تفهيم مع اشاره حسيه بخلاف الضمير، لان الضمير عايز فطنه عشان ترجعه للايه؟ لمعناه. لكن انت تريد ان تذكر له باسم الاشاره كانك تريد ان تقول له انك انت بليد، لن تدرك الا بالحس. فانا لا اذكر لك الا بالحس. ادي معنى النداء على كمال بلادته. وشوف كلمه استعمال كلمه النداء، يعني النداء فيه لفظ شيوع، كان الانسان اللي بيقولوا له كده كانهم بينادوا ويقولوا للناس تعالوا شوفوا كمال بلاده ذلك الانسان. مفهوم؟ اه. يبقى معنى النداء على كمال بلادته انك تاتي له باسم الاشاره. لماذا اسم الاشاره؟ قال لك لان فيه اشاره حسيه. اشاره ايه؟ حسيه، ولا يمكن ان تاتيه بالضمير لانه بليد لا يستطيع ان يفهمه. نعم. ودي طبعا كثير عندنا. يعني كتير، اما واحد مثلا يقول لك يا اخي المساله دي والله ما انا عارفها في الكتاب فين، يا اخي فين هي؟ يا اخي اهي هذه وشايفها قدامه، فكانك تنادي على كمال بلادته وهو مش قادر يدرك المساله. لم تقل له ها هي، ما قلتلوش ها هي، لان ها هي دي يمكن هو ما يفهمش الضمير، لكن اكمنه بليد تقول له اهي هذه، تقعد بقى تشير له اليها، فكانك تنادي على كمال ايه؟ على كمال بلادته. نعم. او فطانته. او كمال فطانته ايضا. كمال ايه؟ فطانته ايضا. طيب ازاي احنا ننادي على كمال بلادته لاننا ناتيه بالكلام المحسوس؟ خلاص؟ طب ومن لما يبقى كمال فطانته يبقى ازاي؟ أم قال لك كأنك تريد أن تخبره، شوف كمان البلاغة تعمل إيه؟ كأنك تريد أن تبين له أن الشيء المعقول عنده صار محسوسا، فاستحق أن تشير إليه بالمحسوس دون المعقول. شوف البلاغة توصلك فين؟ كلمة واحدة أو معنى واحد يبقى هنا ذم، هنا مسح، هنا ذم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى كمال البلاده يقول لك اصل ده مش فاهم، فانت تجيب له الحاجه الحسيه عشان يفهم. طب وكمال الفطانه؟ قال لك ايوه، الشيء المعنوي عنده اصبح ادراكه لكمال فطانته كادراك المحسوس، فاستوى عنده مع المحسوس. لان احنا عارفين المحسوس ايه؟ اقوى ولا المعقول اقوى؟ المحسوس اقوى، ولذلك المعقولات اصلها كله في معانيها المحسوسات. فلما تجيبه له بالمحسوس كانك بتقول له والله انت فعلا الامر المعنوي ده اصبح عندك كالمحسوس تماما، لانك فاضل ما انت محتاج لاي حاجه. نعم. او ادعاء كمال ظهوره. نفس الحكايه برضه، انت رجل تدعي انه ظاهر فلا تاتي بالضمير، لان الضمير فيه نوع خفاء، فانت تدعي ان الامر ظاهر جدا او ان المساله ظاهره جدا، كان يقول انسان هل استطلعتم الهلال؟ هل استطلعتم الهلال؟ فتقول له هذا الهلال في السماء، هذا الهلال في الايه؟ في السماء. فكانك تشير اليه باسم الاشاره لتدعي كمال ظهور ذلك الهلال، بخلاف ما لو قلت له قال لك هل وجدتم الهلال فتقول هو في السماء، هو في السماء، يبقى ممكن انه هو يدركه وممكن لا ايه؟ لا يدركه، ولا يكون ايضا فيه ادعاء منك الى كمال الظهور، لان الامر ده بقى حس مصور هذا الهلال في السماء. مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعم. بس يكون الهلال حقيقي، مش يكون فيه هلال عشان ياخد فلوس يعني. ها؟ لا ايوه نعم، لما يكون هلال عشان ياخد فلوس يبقى ده غبي، مش ايه؟ مش فاضل. واخد بالك؟ يعني واحد مثلا بيقولوا انه كان مره استطلع الهلال والناس قاعدين مش عارفين يشوفوه مطلقا، وهم منتظرين يشوف الهلال، فبص كده قال ايه؟
بعينيه كده المجرده، قال لك ادي الهلال، هذا هو الهلال. فبص لقوا الهلال بالفعل، قال لك راح واخد النظاره اللي بيبص فيها من اللي معاه وبص الناحيه الثانيه، قال وادي كمان واحد ثاني عشان ياخد ايه؟ عشان ياخد فلوس دي. نعم، دي الاولانيه صح والثانيه ايه؟ والثانيه صح. نعم. وعليهم غير هذا الباب تعاللت كي أشجى، تعاللت كي أشجى، تعاللت كي أشجى، كي أشجى، أيوة أشجى فيها إيه مكتوبة بالياء لكنها بالألف. تعاللت كي أشجى ما بك عزكم تريدين قتلي قد وطرت بذلك. على مين بقى؟ قال لك على ادعاء كمال الظهور المثل بتاعه ده جابه، بس إيه مش في باب المسند إليه، إنما هو يريد أن ينظر لك الأمور لتفهم. ينظر لك مفهوم ولا لا؟ يريد أن ينظر لك الأمور لتفهم، هذا من غير باب المسند إليه. يقول إيه بقى؟ واحدة كانت بيحبها جامد هو، فكل ما يريد منها حاجة تدعي العلة والتعب والمرض، وهي في هذا تريد أن تحزنه وتتعبه وتريد أن تقتله بحبها. فقال لها والله يا ست تعاللت كي أشجى، هو من شجي يشجى بالكسر وليس من شجى يسجى، لأن شجى يعني أصابته عظمة في حلقه، لكن شجي يعني حزن من الحزن، خدت بالك؟ فهو ده شجي يشجى يعني حزن يحزن. خلاص؟ تعال انت اصابتك ادعيت العله، ما هو تعال يعني ادعى الشيء به، كي اشجع كي احزن وكي وما بك علته، انت ما عندكش عله ابدا بس بتدعي ذلك. خلاص؟ وما بك عله تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. طمني انت اتيتيني خلاص. فهو كان القياس يقول ايه؟ قد ظفرت به، تريدين قتلي قد ظفرت به، ولكنه ادعى أن قتله في حبها صار من كمال الظهور بحال يؤتى فيه باسم الإشارة اللي يعبر به عنه. ها؟ ادعاء كمال الظهور، يعني الراجل ادعى فعلا أن القتل بتاعه إيه؟ حاجة ظاهرة جدا، واضحة أوي 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 على الآخر، فلذلك استحقت أن يأتي باسم الإشارة كلمة إيه؟ ذلك، قد ظفرت بذلك، نعم. وإن كان غيره فلزيادة التمكين. إن كان غيره. وإن كان غيره فلزيادة التمكين. يعني إن كان غير اسم الإشارة والضمير فلزيادة التمكين، وضرب له أمثلة بالعلم، بذكر العلم. وإن كان غيره، أي إن كان غير اسم الإشارة فلزيادة، لزيادة إيه؟ التمكين في ذهن السامع، لأننا قلنا يعني زيادة التمكين دي أول حاجة اللي قلناها قبل كده، إنه يأتي بالضمير وبعد ذلك يذكر الاسم العلم مرة أو مرتين، يعني مع إنه كان يقتضي إنه يذكر الضمير ولكنه ذكره بالعلم، كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. خلاص كده؟ كان في غير القرآن القياس منه قل هو الله أحد هو الصمد، ومعنى الصمد أي المصمود إليه في الحاجات، أي المحتاج إليه في كل حاجة والملجوء إليه في كل شيء، صمد الصمد. فكان ينفع يقول في غير القرآن إيه؟ الله أحد هو الصمد، لكن لما قال قل هو الله أحد الله وذكرها مرتين يبقى يريد أن يمكن ذلك في نفس الإيه؟ في نفس السامع. نعم. إنه قل هو الله أحد الله الصمد ونظيره من غيره وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نظيره وليس مثاله. نظيره أي نظير أن تذكر الشيء بالأمر الظاهر مع أنه يمكن أن يأتي بالمضمر. خلاص؟ قوله تعالى وبالحق أنزلناه، أي القرآن، وبالحق نزل. كان يمكن في غير القرآن يقول وبالحق أنزلناه وبه نزل. وقول الشاعر فإن تسأل الحق نعطي الحق سائله، فإن تسأل الحق نعطي الحق سائله،
يعني كان المفروض ايه؟ فإن تبت الحق نعطيه نعطيه سائلا، مفهوم؟ وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، يعني كان ممكن يقول ايه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا، لكنه قال فأنزلنا على الذين ايه؟ ظلموا. نعم. أو إدخال الضوء في ضمير السامع وتربية المهابة. نعم. أو تقوية داعي أمور مثالها قول الخلفاء أمير. أو تقوية داعي المأمور ولا الأمور؟ الأمور. الأمور؟ المفروض تقوية داعي. داعي الأمور. الأمور. المأمور به. تقوية داعي المأمور به. نعم. إيه؟ ايوه كده، تقوية الداعي المأمور المأمور به. نعم. ادخال الروع تربية المهابة اللي تقوية الداعي المأمور به كقولهم للناس اللي هم يعني النفس الخلفاء نفسهم يقولوا بنفسهم يعني يقولون امير المؤمنين يأمرك بكذا، ما يقولش أنا أمرك بكذا، السلطان أو الخليفة ما يقولش أنا أمرك بكذا، إنما يقول أمير المؤمنين يأمرك بكذا. ليه بيقول كده؟ لأنه يريد أن يدخل الروعة في قلبك، إن اللي بيأمرك ده مش واحد عادي، لأن أنا دي أنا أشترك فيها وأنت تشترك فيها وكل واحد يشترك فيها، لكن لما يجيب لي الوصف اللي مختص بذلك الرجل المرعب فيقول لي أمير المؤمنين يأمرك بكذا. يبقى ده ايه؟ ادخال الروع، تربية المهابة، تقوية الداعي المأمور به علشان تعمله بدون ايه؟ بدون تواري. انما لو قال لك انا امرك بكذا احتمال انك انت ايه؟ ما يدخلكش رغبة، وبعدين ما يقواش الامر في نفسك، بس بشرط يكون المتكلم هو الذي يتكلم عن نفسه، مفهوم؟ انما لو واحد تاني قال لك امير المؤمنين يامرك بكذا فما هو لازم يقول كده، ما ده الظاهر، لكن هو يتكلم بنفسه خليفه المسلمين يقول لكم كذا كذا كذا، سلطان البلاد يامركم بكذا وكذا وكذا، مفهوم؟ ها؟ وكثير في القران الكريم الله عز وجل يربي المهابه في قلوبنا، والله كذا والله كذا والله كذا والله كذا، كثير ان الله كذا ان الله كذا، او السعود مليء بهذه النكت اللي جايبها، وغالبا يقول لك وذكر الاسم الجليل في محل الإضمار لتربية المهارة وتقوية داعي المأمور به. فبص عد عندكم بقى لو عايزين تقروه هتلاقوا فيه النكات الحلوة بتاعة البلاغة المعنويات دي. نعم. قتالهما قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمره بكذا. نعم. وعليه من غيره فإذا عجبت فتوكل على الله. وعليه من غيره أي نظيره، نظير تربية المهابة والكلام ده، وأن يذكر الاسم الجليل في موضع الإضمار، ها؟ قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، كان القياس أن يقال فإذا عزمت فتوكل علي، إن الله يحب المتوكلين، لكنه قال فإذا عزمت فتوكل على الله لذكر الاسم الجليل بما له من صفات تقتضي الاعتماد عليه في التوكل كل الاعتماد. لما يقول لك فإذا عزمت فتوكل مش هتتوكل على حد، إنما على الله، يبقى جايب لك على الله عشان يدخل لك الاسم ده في قلبك، عشان يقول لك اعلم إن اللي أنت هتتوكل عليه ده مش أي حد، ده هو الله، فتوكل على الله. نعم. أو استعطائك قولك إلهي عبدك العاصي أتاك، مكان إلهي أنا العاصي أتيتك، وهو بيتكلم عن نفسه ده، يقول لك إلهي أنا العاصي أتيتك، فهو لما يقول أنا العاصي أتيتك يبقى ما فيش تخضع ولا فيش استعفاف ولا أي حاجة، لكن لما يذكر اسم العبد ويقول عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، يبقى في إيه ده؟ نوع تخضع ونوع استعطاف لله تعالى اكثر واقوى من ان تذكر الايه؟ من ان تذكر الضمير. يبقى اذا اما ان نذكر بعلم واما ان نذكر بايه؟ بصفه مشهوره او بلقب معروف، واحنا عارفين انواع العلم ايه هي. العلم قلنا عليه ايه؟
علم اسم يعني او كنيه او لقب اللي هو العلم العادي ده. نعم. السكاكي هذا نعم السكاكي هذا غيره السكاكي يعني قال السكاكي يعني اراد ان يذكر مذهب السكاكي في هذه المساله. هذا غير مختص بالحكايه. نعم. هذا غير مختص بالمسند اليه ولا باب الغدر بل كل من التكلم والخطاب والغيبه المطلقه ينقل الى الاخر. ينقل من الاسم من الظاهر الى غير الايه؟ الظاهر، يعني وضع الظاهر، وضع غير الظاهر، موضع الظاهر يعني غرضه ايه؟ تخريج الكلام على غير مقتضى الظاهر ليس خاصا بالمسند ولا بالمسند اليه بل هو عام في كل انواع الكلام. ويدخل في الخطاب والغيبة والتكلم وغير ذلك. وحيث دخلنا بقى في باب آخر وهو باب الالتفات وننتهي اليوم من هذا عشان برضو إخوانكم يعني اللي جايين دول إن شاء الله ما أطلناش عليهم إن شاء الله وكده حلو يعني ابتدائنا الابتداء البسيط ده وربنا ييسر الأمور إن شاء الله. خلاص بقى أبلغوهم وانتظموا إن شاء الله بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا سبحانه وتعالى وبحمده سبحانه وتعالى.